رحب بالبشمهندس الحسيني عبد الرحيم، اهلا بك بشمهندس وتحيه لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا هنا بمزرعه التمور مش كده؟ قول لي طبيعه المزرعه هنا، كم فدان، كم نخله بتزرع في الفدان، انواع التمر هنا اللي بيتم زراعته هنا في المزرعه. احنا حضرتك فندم المستهدف او اللي المفروض الخطه بتاعتنا 2 مليون ونص او 2 مليون 8 نخله. النخله زرعنا كام لغايه دلوقتي؟ على مساحه 37,000 فدان ونص، هنوصل ل 40,000 فدان ان شاء الله. زرعنا كام لغايه دلوقتي؟ زرعنا لحد دلوقتي 1.6، زرعنا 1,600,000. كام فدان بينتج دلوقتي؟ 800,000 نخله اللي بينتجوا. المحصول الاجمالي ليهم كام؟ لا المحصول الاجمالي لله. احنا حضرتك ال 800,000 دي فيها حاجات سنه اولى تبشير، وفي حاجات سنه ثانيه، وفي حاجات سنه ثالثه، فلسه طبعا احنا مرحله الجامعه لسه. طب النخله بتقعد كام في الارض عشان تنتج تمر؟ النخله بتقعد معايا من 3 ل 5 عشان تبدا تنتج. من 3 كل الانواع ولا انواع معينه؟ اغلب الانواع هي بترتبط من نسيج او فسيله او من جوره. بمعنى يعني انا بجيب النخله دي نسيج، بجيبها صغيره عمر مثلا عمر 14 شهر او 12 شهر، دي بتاخد معايا 5 سنين. لا انا هشتغل على فسيله، هشتغل على فسيله عمرها سنتين او عمرها 3، دي تنتج معايا 3 سنين وتدخل معايا تبشير. مش حسين عندنا مشتل هنا لهذه الانواع؟ عندنا طبعا عندنا عندنا، وغير انه احنا اصلا دلوقتي عندنا باذن الله ان شاء الله احنا استكمال المشروع، المرحله الثانيه من المشروع هنستكملها زي ما حضرتك شايف كميه الفسائل اللي موجوده عندنا، كميه فسائل كبيره جدا جدا جدا، هنستكمل منها المرحله اللي فاضله في المشروع، وهنبدا نطرح في الاسواق المحليه. تمام. انت يعني النخله هنا دلوقتي موجوده بتطرح فيها فسائل، هي بتطلع من نفسها كده ولا انت ليها طريقه معينه عشان تطلع فسيله زي؟ لا، هي هو متوسط انتاج الفسائل في النخيل اللي موجوده هنا بيتكلم من 10 فسائل في النخل. عشر سنة ولا هي على عشر في عمرها؟ عشر فسائل. عشر فسائل في عمر كل متوسط. في حاجة توصل معايا ل14 فسائل و15 فسيل. تمام. الفسلة بتقعد كم في النخلة عشان تطلعها بتزرع نخلة بقى؟ من سنتين لثلاثة. سنتين لثلاثة. وابدأ أطلعها، يا إما أدخلها تحضين وتبقى عندي بنجورة أزرعها على طول، تمام، يا إما أزرع مباشرة على الأرض المستديرة. تمام. النخلة تمنها كم بقى في السوق بره؟ لو أنا هشتري نخلة بره. لا، حاليا اسعار النخيل عاليه جدا، لذلك انا لسه نخله زي في الخلفيه بتاعتنا نخله كبيره بالحجم ده. النخله بالحجم دي ما تقلش بره عن 6000 جنيه 7000 جنيه. الفسيله طيب؟ الفسيله دلوقتي بره بتتكلم لها في حدود 3000 جنيه. يعني لا، اسعار الفسائل بقت عاليه جدا دلوقتي. البلح اللي ورانا دوت والتمر مجدول. مجدول. عندنا انواع ايه تاني؟ احنا عندنا ما يقرب من 44 صنف المزروعين، من اللي هم بيتصدروا تصدير شغل اجود الانواع العالميه. والانتاج المحلي هنا طيب؟ احنا النخله عندنا بتتكلم من 60 ل 80 كيلو.